السلام عليكم شباب وصبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وكل عام وانتم بألف خير. ان شاء الله رمضان يكون مبارك علينا اجمعين. بهذا الفيديو راح اعطيكم 7 نصائح تتبعوها برمضان مشان ما تخسروا كتلة عضلية، تخسروا دهون وتستفادوا من رمضان جسديا. مشان نفوت بالموضوع على طول وما نطول الفيديو، رقم 1، لما يجي موعد الافطار كلوا تمره واحده، اشربوا شوربه، مفضل تكون شوربه خضار مثلا، وبعدين قوموا على الصلاه. قبل ما تصلوا وترجعوا بتكون المعده اشتغلت وصارت جاهزه انك انت تاكل. بالنسبه للاكل، هلا لما تجوا تبلشوا بالاكل دائما حاولوا تخلوا اكلكم معظمه بروتين مع سلطه. يعني اذا في رز وفي مكبوس وفي دنيا وقصص طويله ومقلوبه، حاولوا قد ما فيكم تخلوا جزء الاغلبيه من اكلكم هو البروتين. ليش انا عم بقول انه خلوا الجزء الاغلب من اكلكم وقت الافطار هو البروتين؟ لانه وقت الصيام الانسولين عند الانسان بيكون كتير نازل. لما الانسولين عند الانسان بيكون كتير نازل في رمضان، جسمك ببلش ينظف، يعني انت بتكون فايت بمرحله ديتوكس خلينا نقول. فانت لما تيجي تسلخ رز وشوربه عدس ومدري شو كله طك 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 فوق بعضه، الانسولين بيكون عندك طول الوقت هادي، وبتجي انت بعدين وقت الافطار بتفجر ام الانسولين وفتنا بالحيط وما استفدت اي شيء صحيا من رمضان. انت فيك تاكل رز وعيش ومكبوس وتعمل اللي بدك اياه وقت الافطار، بس لو بدك جسمك يعمل ديتوكس ينظف حاله، لا تضغط على نفسك كثير بالنشويات اللي هي الرز، الخبز، العدس، وهي الامور حاول تخفف منهم. طبعا اللحمه ما بفضلها كثير، بس حاولوا اكثر شيء بين الدجاج والسمك، اللحمه مثلا مره بالاسبوع ما في اي مشكله، مع سلطه، سلطه قد ما بدكم كلوا منها. النصيحه الثانيه اللي بدي اعطيها انه لما تشربوا مي على الافطار، مي مو عصير وتانج وفيمتو وكذا، عشان تذكروا عشان الانسولين، لما تشربوا مي على الافطار اشربوا مي دافيه، لا تشربوا مي بارده ولا تشربوا مي ساخنه. اللي بيقول لك اشرب مي ساخنه رح تحرق دهون، واللي بيقول لك المي البارده رح تضرب لك الكبد، يا عمي ريح نفسك ولا تدخل نفسك بمتاهات، اشرب مي دافيه وانتهى الموضوع. رقم 3، اذا حسيتوا انه وجبه الافطار ما فيها بروتين كفايه، كل اللي انتم اكلتوه في تقريبا هون عنا بالكويت ساعه بين المغرب، اكثر من ساعه شوي بين المغرب وبين العشاء وبين صلاه التراويح، فبين هي الفترة بيكون جسمك هدى شوي إذا أنت مو كابس وكبس، وبيكون هضم، بعدين بتاخذ لك سكوب بروتين سريع الامتصاص. سكوب البروتين سريع الامتصاص اللي أنا راح أخذه هو الهايدرولايزد وي. الهايدرولايزد وي بروتين راح يمتصه جسمك أسرع بكتير مما الوي بروتين أو الكازين. أصحكم تاخذوا كازين بعد الإفطار لأنه راح يخرب لكم الدنيا وما راح تعرفوا تتسحروا. الكازين بتخلوه وقت السحور وجايين على هذا الموضوع الكازين. رقم 4، واللي هو إمتى وقت التمرين. وقت التمرين بالنسبة لي رح يكون بعد صلاة التراويح أو بعد صلاة العشاء، والسبب هو إنه أنا من الصبح من الساعة 7 بكون بالدوام للساعة ممكن 3-4، أوقات بطول للساعة 6، بس برمضان أكيد ما رح طول للساعة 6، فخلينا نقول تقريبا بين الأربعة وبين الثلاثة رح أكون بالبيت. شغلي أنا بيحتاج جهد جسدي كبير، فأكيد ما رح خلص دوام وروح النادي اتدرب وارجع البيت ميت وما أقدر كفي يومي، ما أقدر أروح على الصلاة. وبالنسبة لعدد تمارين الأيام بالأسبوع، أنا بالأوقات العادية بتمرن 5 أو 6 مرات، نادر اني اتمرن 7 مرات، فخلينا نقول بتمرن بين 5 و6 مرات. ليش اوقات 5 ليش اوقات 6؟ حسب الضغط اللي عندي اياه بالاسبوع، يعني حسب اذا انا شغلي عم بياخذ مني مجهود كبير، عارف رح روح النادي ما رح فيد العضله، اذا انا ما عم باكل منيح على مدار الاسبوع رح روح النادي ما رح فيد العضله، لانه التمرين هو جزء واحد من خلينا نقول كمية اشياء لازم الواحد يعملها مشان جسمه يتطور، فلازمك تمرين، لازمك تغذية، لازمك راحة. كتير 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 مهمة هاي تالت وحدة، يعني ما بعرف كيف قديش فيني شدد على موضوع الراحة. يعني لو تغذيتك ممتازة وتمرينك ممتاز وانت عم بتنام عم تضلك سهران مثلا لأربعة الصبح وشغلك عم بياخد منك جهد كتير كبير، ما رح تعطي جسمك الـ الراحة، او خلينا نقول المجال انه هو يبني انسجة عضلية جديدة. فالراحة جزء كتير مهم. فبرمضان لما اكون عم بشتغل، اذا يوم انا ضغطت على نفسي كثير بالشغل او كان عندي ضغط كثير كبير، وبالنسبه للطلاب كمان هذا الشيء ينطبق على الطلاب، عندكم امتحانات، عندكم مشاريع تخرج جامعه، حاولوا لا تضغطوا على نفسكم بالنادي، النادي بيكون جزء من رمضان، مو رمضان جزء من النادي. فحسب انا كيف حاسس رح اتدرب يا 3 يا 4 ايام بالاسبوع. البرنامج اللي رح اكون عم بمشي عليه انا برمضان
هو دفع سحب أرجل. رح حط رابط للبرنامج اللي أنا رح أمشي عليه برمضان، برنامج الدفع سحب أرجل. هذا برنامج 3 أيام بالأسبوع. طيب إذا رحت اليوم الرابع، إذا رحت اليوم الرابع برجع بلعب الدفع البوش ووركاوت، ما في أي مشكلة. إذا مثلا أخذت فاصل بيناتهم وبدي ألعب يوم السحب كمان ما في أي مشكلة. إذا بدي ألعب يوم الأرجل مرتين بالأسبوع كمان ما في أي مشكلة، بحط الأرجل أول يوم بلعب أرجل سحب دفع وبعدين برد برجع بلعب أرجل. فما في أي مشكلة أنه أنتوا تبدلوا بين الدفع سحب أرجل بتمارينكم برمضان. بهاي الطريقة أنتوا بتتأكدوا أنه تنزلوا أقل شيء 3 مرات بالأسبوع وأنكم تضربوا كل عضلات الجسم، فأنكم ما تخسروا كتلة عضلية. وقبل ما نخلص من النقطة الرابعة بدي أحكي أنه إذا أنا يوم من الأيام بدي أنزل على النادي وحاسس أنه ما عندي طاقة وتعبان، شو راح اخذ؟ راح اخذ الامينو انرجي. الامينو انرجي في نسبه بسيطه من الكافيين. انا بالنسبه لي جسمي كتير بيتحسس من الكافيين، فما باخذ البري ورك اوت هذا لانه ادني بتصير توجعني من قد ما في كافيين. فراح اخذ الامينو انرجي، في بي سي اي ايز، في كافيين اللي انا بحتاجه بحيث صحصح وفوت على النادي. بس عم بقول لما اكون تعبان خلوا في بالكم شغله، لانه انا عارف بالكومنتات رح تيجي هلا انه ممكن شخص ما يقدر يشتري هاي المنتجات لانها غاليه او لانه مو متوفره عنده بالبلد. هاي المنتجات بتكمل اللي انت عم تعمله. يعني انا شو قلت؟ انا قلت باول منتج، انا قلت لو انت ما اكلت كميه كافيه من البروتين باكلك رح تاخذ هاد. انا عم بقول لكم علي، انا لو ما اكلت كميه كافيه من البروتين باكلي، مثلا امي طابخه مجدره، ساعتها باخذ هيدا السكوب بين، يعني باخذ هذا السكوب خلال صلاه التراويح او قبل ما اطلع على صلاه التراويح مشان يكون في عندي بروتين كافي بجسمي. بس مو يعني خربت الدنيا اذا انتم ما قدرتوا تشتروا هي المنتجات. بين المنتجات الثلاثه اللي انا رح اورجيكم اياها اليوم، اهم منتج فيهم هو الكازين. يعني اذا في شيء انتم بدكم تجيبوه جيبوا الكازين، لا تجيبوا الهيدروي ولا تجيبوا الامينو انرجي اذا انتم ما عندكم المصاري الكافيه او انتم ما بدكم تاخذوا شيء كثير. الكازين اللي هي النقطة الخامسة، النقطة الخامسة اللي هو سحوركم راح يكون في بروتين كازين. ليش بروتين كازين؟ البروتين الكازين بطيء الامتصاص. ما بتسمعوا كتير انه وقت السحور لا تكبسوها نشويات لانه راح تعطشوا كتير تاني يوم، ووقت السحور خليكم على اشياء الزبادي لانه الزبادي بطيء الامتصاص بالجسم. فبروتين الكازين بطيء الامتصاص بالجسم، شو يعني هذا الكلام؟ وفي شيء سريع الامتصاص. يعني بروتين الكازين هيدا المنتج في شيء فاست ابزوربينج بروتين، يعني انت لما تاخده في بروتين رح تستخدمه رح ياخده جسمك بسرعه، وفي جزء من البروتين رح يضله بجسمك وانت نايم شوي شوي عم بيمتصه جسمك. فانت هذا رح يحسسك بالشبع لمده اطول، وبنفس الوقت ما رح تفيق ثاني يوم مش عارف تركز لان من قد ما انت عطشان لانك كبست كبسه فظيعه وقت السحور. رح اعمل ميكس معين بالكازين لانه ما رح اشرب بس بروتين شيك على السحور. انا البروتين هيدا بعمله بطريقه معينه، بطلعه مثل البودينج، بعمله يعني بيطلع مثل الحلو بالنهايه. فرح صور لكم اعمل لكم فيديو ثاني كيف انا بعمل سحوري، وان شاء الله بنشره على اليوتيوب باقرب وقت. رقم 6، اذا يوم من الايام ما قدرتوا شفتوا هالقطايفه قدامكم وما قدرتوا تمسكوا حالكم ورحتوا واكلتوها، خرب كل شيء؟ لا ما خرب كل شيء، خرب هذا اليوم من ناحيه الفوائد الرمضانيه. شو قصدي من ناحيه الفوائد الرمضانيه؟ باول فيديو قلت لكم الانسولين برمضان بدنا نحاول نخليه نازل مشان جسمنا ينظف، مشان الجروث هرمون يكون منفجر عنا بالجسم، تتجدد خلايا الجسم. ديتوكس رمضان هو عباره عن ديتوكس، ديتوكس جسدي وديتوكس روحاني، فبدنا نحاول نستغل هيدا الشيء. بس يوم من الايام قولوا انتم ما قدرتوا تمسكوا حالكم، الانسان طبيعي، يعني ممكن انا يوم من الايام اضربها فقطايف يعني، فعادي خليكم ريلاكس. هذا اليوم ما استفدتوا فيه كثير، بس يعني لما تخربوها خربوها قطايف هاي واحده، مو مستن تفجروا الدنيا قطايف وكنافه ويا معلم وتفوت بالحيط. لا، اعمل كل شيء بتدرج، حتى لما بدك تخربها خربها شوي، لا تخربها كثير، وخربها ليوم واحد مو تخربها لشهر كامل. رقم 7 واللي هو اخر شيء بنصحكم فيه، انه تخلوا الوالده تطبخ باملاح طبيعيه، يعني مثلا مثل الهيمالايا، ملح البحر، هي الاملاح الخشنه اللي بتيجي بعلبه يعني بتهرشوها هرش. هذا الملح افضل بمليون مره من الملح الصناعي لانه هذا الملح يحتوي على المعادن، يعني انت رح تستفاد منه. هذا الملح البحري الهيمالايا اوقات حتى بيحطوه بمنتجات الكريمات تبعون البنات اللي بيحطوه على وشهم لانه بيفيد الجسم في معادن. فمشان هيك اللي بيقدر واللي متوفر عنده الموضوع وهو قادر يشتري يشتري ويخلي الوالدة تستخدمه بدل ما تستخدم الملح الصناعي. وبس هذا هو كان الفيديو لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. بدي اخبركم انه برمضان رح كون متفاعل اكثر على الانستغرام من على اليوتيوب،
اليوتيوب، لانه اليوتيوب بيحتاج وقت اطول، وبما انه عم بشتغل وعندي مليون الف شغله فرح احاول اشتغل على الانستغرام اكثر مشان اتواصل معكم اكثر وجاوبكم وتفاعل معكم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تسلخوا لايك، تشتركوا بالقناه اذا انتم مو مشتركين، وان شاء الله رمضان مبارك علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.